قعدها قعد يوم يما يا قعدها قعد. اخباركم ان شاء الله تكونون بالف خير. اليوم ما طول اني وست مريم يعني شنو عندنا مقلبه بعلاجي. اليوم مريم توني راح جبتها من المدرسه وجتني وجيتني فكره انه تريد تسوي مقلبه بعلي تمشي بالبيت وهي نايمه. تتخيلون الوضع، مريم نايمه وتمشي بالبيت وتفطر. كلش خايفين من هذا المقلب. اذا انت جديدين على هاي القناه لا تنسونا باللايك والاشتراك تفعيل زر الجرس عشان احد يذكركم. بس اني مريم تعالي هسه شوفينا البروفو مالتك وشو راح تسوين المقلب وشو راح يصير. كلش متوتره مع مريم. ورا ما تجي من المدرسه لازم تنام تاخذ هاي القيلوله او غفيه الظهر مثل ما نقول. فاحنا متفقين انه ورا ما تنام مريم نسوي تحدي البالونات، يعني هذا تحدي كلش حلو فردنا نسوي. بس اني ومريم اجتنا هاي الفكره الجهنميه. مريم هسه على اساس راح تنام واني اروح يم علي اقول له مريم نامت. ورا ما تنام مريم وتقعد لازم نسوي تحدي البالونات. بس احنا ايش راح نسوي؟ راح نسوي المقلب. يلا مريم خلينا نسوي البروفا على اساس انت نمتي وش راح تقومين تمشي. يلا خلينا نسوي البروفا. مريم اقول لك انا من هسه خفت. مريم بس مو تضربيني زين. يلا نامي طبعا لازم شلون ننزل على علي. يلا نامي نامي يلا نامي نامي شو اساس مريم هيك نايمه يا جماعه. دشوخر شوخري شوخري مثلي عافية. يلا 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 شو راح تقومين؟ يا يما يا مريم هسه اني لازم اروح يم ابوش اشوفه اذا كمل حتى نقعد نتفق على الفيديو والرحمه شلون ما كان مال البالونات. واريدش انت تجين شو تسوين؟ مغمضه عينك وتمشين بس بدون ضحك. بدون شنو؟ مو ضحك. بدون ضحك تمام. هسه راح اروح مثل ما اتفقنا يعني انتظر منا للعشرين عدتي وتعالي. قلت من الحاسبه؟ ايوه معاده صار ساعه. يلا نامت هاي نامت هسه بس تقعد نامت بس تقعد. ما ادري انا راسي دي وجعني والله رجعت. يا الله علي هاي شبيها علي هاي شكو هاي نايمه قاعده شكو علي عوفا عوفا نايمه عوفا ما يصير تقعدها ما يصير لا لا تقعدها لا تقعدها ما يصير تقعدها هاي شبيها نايمه والله نايمه نايمه شلون هاي شبيها لا تقعدها غطيها غطيها صدق والله هاي شبيها حفيها حفيها حفيها. عجبتني هاي اللقطة راح اصورها حتى من تقعد اقولها جتي نايمة وقعدتي حفيها طلع برا طلع والله العظيم هاي شبيها راح اروح يمها خطية اسكت مصيبة يا عمر هسه باي هسه مرة ثانية هم سويها هسه هم ينا على اساس تدرون شو راح اساس تقدرين تطلعين بباب الشارع تمام؟ تمام يلا يلا ما راح البس هسه اوكي على اساس تطقين بالمفتاح زين؟ أوكي. يلا يروح هسه انا صيد اسمع مسلسل تشبيك علي شكو صاير؟ هاي شبيها مريم وين؟ نعم وخر خلنا نصورها وخر حتى تشوفين مريم من كل شيء وانت نايمه تمشين عوفها نايمه عوفها ردت رجعت غرفتها ردت بابا ترى اكبر خطر تقعدين هنا عوفها تصورها عوفها اكبر خطر تقعديها السلام ما يصير تقعديها دي راجل تصور لا 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 مو دا اصورها دعوفها ضربت لي لي راجتي وانا تضرب خل اصور ستوري اقول لكم يا جماعه هاي حاله بنتي من تنام يعني تمشي ما ادري الله يخليكم شنو بسم الله خلينا اكبر خطر تقعديها سرا لا تصورين شو قد اصور يا بدي خلي اشوف خاف انزلها ستوريات لا تصورين قعدها دير بالك تقعديها قامت يا ولد قامت قامت هسه سرا سرا وين اصبر بس اسكت اصورها خربت اللقطه مريم حبيبتي مريم وين؟
حدا لك. لا لا شيله شيله لصفترك شيله. يقول لك دير بالك تقعدها. لا 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 يقول لك دير بالك تقعدها. لا لا قصرت بتشاي عمالها المغسلة. لا 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 عمالها المغسلة. هاي اللقطات بتتفوت لازم اصورها. حبيبتي حبيبتي مريوم وعيني. يا يما سلام قول من رب الرحيم. سلام قول استغفر الله استغفر الله. شوفوا شوفوا يا ربي يا سترك يا الهي يا ربي. اخاف توقع على مرايا يا سلام. دير بالك دير بالك دير بالك. قعدها قعدها يا مرايا قعدها قعدها. مريم عيني حبيبتي. دم اخر دم صورها دم. مريومه قلبي مريم. لا تحيطين ما يصير ما يصير حبيبتي ما يصير. عيني قلبي قلبي والله دير بالك تحيطين. لا تحيطين مو زين سرا مو زين. يعني معقول هذا كل تنان مشبي؟ والله العظيم يمكن سرا. لا قلبي قلبي نص صوتك ما يصير تحكين بصوت حالك. ها حبيبتي قلبي مريم عيني يلا تمام تمام تمام. لا 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 الباب لا تحيطين. حتى تشوفني ليش دا اصور؟ البارحه بالليل بس البارحه بالليل قلت لكم دا تمشي وهي نايمه بس ما حد صدقني وهسه دا اصوركم حتى الصدق. بس نص صوتك ليش صوتك عالي؟ نص صوتك مو زين. ها امي اقري لها البارحه قلت لك قولي لي لا تشذي. يلا يلا اقري على راسها اقري على راسها. يلا قلبي يلا عيني عيني بس لا تقعد على كيفك على كيفك. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حلمانه 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 اي حلمانه قلبي بس نص صوتك نص صوتك حلمانه البنيه حلموني ما يصير نقعدها ما يصير. من احكي لكم ما صدقوني هسه صدقت هسه صدقت. لازم نوديها على شيخ سرا يقرا على راسها. يا يما بنتي يا خاف اخاف. يلا رجعي رجعي نامي خلي اشوف ابوك. رجعي رجعي يا جماعه رجعني رجعي. الله ما صدق بيها والله ايش بابك كذاب هاي بنت كذاب. مريم مريم كذابه. قلص غن غن يعني اكو مريم. شكو 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 بيبي لاكو تفاحه. مريم قلبي مريم مريم عيني مريم حبيبتي عيني. يلا قلبي يلا صل عبر عبر وين نطلع برا حبيبتي عبر عبر. اي بس اوكي اوكي نايمة طلع اي نايمة نايمة شبيك. وين نطلع برا وين تريد تطلع عبر عبر. ايش قلت لك انا سرا؟ ايش قلت لك انا؟ ردت فعل قوي ردت فعل. لازم لازم نسحى نفسنا بالقاع يا جماعه لان مريم لازم نصدق بالمقلب مالتها زين؟ علي علي وصلت الفكره ما قدرت اكذب عليها. يلا يلا شوف شلون. اوكي ما راح نحكي بعد. نايمه سرا نايمه ما تقدر يا عيني من نايمه الظهر. اي نايمه شنو هالنوم هذا؟ سرا بغاح سرا تكذب سرا تكذب. ايش قلت لك انا؟ لازم نسوي ردة فعل قوي. كذابة اثار طلعت ما تريد تنام يا جماعة طلعت ما تريد تنام. شوف انت تسوي والله شيء طوني. هسه احنا شنو راح نسوي هسه؟ اسمع سرعة 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 انا لقيت الحل انا لقيت الحل. راح نسوي شوف راح اجيب نجانة مال مي باردة واطشها على راسها حتى تقعد. بس يقولون مو زين مو زين. لا لا انا راح اجيب اطش على راسها نجانة. يلا بيها ثلج بيها ثلج جرش روحي جيبي نجانة مال مي اطشها عليها. ايش وقت تقول لي له مقلب 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 ايش وقت نقول له مريم راح يطش عليها؟ اي انا عندي الحلالي مريم الخويه زعلوش انا عارفه يعني ما يطش عليك مي ما يطش عليك مي استاهلي هسه طاسة المي دا اقول لك قولي له مقلب. ما اقول مقلب انا عندي الحل حتى ما راح اقول. يلا يلا لا تقولي له مقلب الله لي يستر. لا تقولي له اوكي ما راح اقول له. لا لا علي على بختك. لا علي تتخبل البنية لا تطش عليها مي علي. لا 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 مقلب علي مقلب 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 مقل
انا خلص. واحد يمشي هو ونايم، انت شلون تمشي انت ونايمه؟ يعني انا عبالي صدق خفت عليها، رادت تفوت بالفرن ورادت تطلع برا البيت. يعني خفت عليها؟ خفت؟ شوفي قلبي، شوفي قلبي، ها خفت؟ شوفيني خايف؟ زين شنو ردت فعلك؟ شنو رايك بردة فعله؟ جاوبيني. ايش بيتي؟ 100%. مريم 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 علي، لو مواصلتك الفكرة كان هسه بوكسيات. يعني مريم حي بعد راح اقفل الباب انا قبل لا انام. اي علي مريم حتى الشبلة خاف تطلعين. تمام، ايش بيصير هذا باقله مقلب؟ يا عيني يوم ما خفت على مريم متى ترعب ليش؟ علي انا هم قلبي راح يوقف علي. مريم 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 الحلوة، مريم مريم الزينة، مريم مريم الشاطرة، مريم مريم. كيف لهنا وصلنا لنهاية الفيديو؟ طبعا يا جماعة مريم لازم بها فترة وفترة تسوي مقالب بأبوها، ولازم ردة فعل علي تكون كلش قوية. إذا عجبكم مريم، إذا عجبكم مقلب مريم، كتبونا بالتعليقات ونشوفكم في فيديو جديد. باي باي، مع السلامة.